بنية عاجبتني أرد أصارحها وأطلب رقمها بس. إذا أنت تجي لها من باب الجراج غلطان حبيبي، تعلم من أخوك. شوف، أنا في يوم من الأيام حبيت أتعرف على واحدة، شفتها لابسة قميص أصفر، لبسة قميص أصفر، عرفت أن هي تحب التشريب. نزلت تشريب أحمر أكيد. لا، وين قاعد بمطعم نزلت هنا بالموبايل، صورة الموبايل صارت تشريب. عرفت أن هي تحب راغب علامة، جبت موس وطقيت حاجبي وصارت بي علامة. يعني شنو الأشياء اللي تحبها فاجأتها بيها وصارت العلاقة؟ لا والله، طلعت مصاحبة. والتشريب صاحبة. التشريب وين جا صاحبة سوا بوجي. بس هي ذكية ذكية، عافتها وإجتني قالت أنت فاهمني قبل لا تصارحني. بس فهمني، هسه أنت تنصحني أنا أفاجئها بالأشياء اللي تحبها؟ بالفعل، بس بقى شيء مهم اللي هو دفء الإحساس، دفء المشاعر. أسلوبك لازم يكون أسلوب السهل الممتنع، نظراتك عميقة. معجزة والله، أنت معجزة بالقرآن. بس قل لي أنت من خلال هاي التجربة إيش قد صادقت؟ قول إيش قد صارت مشاكل. ليش يا ستار؟ يحب أن اثنين ويتعاركن علي. وشلون تحلها؟ أعوف الاثنين وأحب الثالثة. أنت ما تستحي؟ جاوبها. إلك إلك الحكي إلك، ما تستحي؟ ما مليت كل يوم يا داز لي وحدة ودا تشوفني دا أردك. ما مليت؟ ما تبطل زحف؟ لو بالقفلة جايب لي عطر؟ هذا عطرك، وإذا تقربت لي مرة ثانية راح أشتكيك الرئاسة الجامعة. لزقي.